المغرب الفاسي تبارك الله عليه راه داكشي في المستوى ولكن بغاو يزيد القدام. ميطون الاولى لعبنا مزيان شويه من دوزيام ميطون غنماركي وصافي سالينا. تيفو تيفو ما نهضروش عليه تيفو راه كلشي باين راه كما كتشوفي تيفو كيهضر على راس بلا ما نبقاو حنايا نهضروا وكذا. بالنسبه للجمهور ما عندنا ما نقول الجمهور احسن الجماهير المغربيه معروفين في العالم كله تقريبا. اللعابه مازال ما شفنا حتى شي تغيير كتشوفوا الشوط الاول كما ديك العاب كما قبل ديك العام مازال لعبوا هذاك. الحقيقه اول لقاء ديال المغرب الرياضي الفاسي في مدينه فاس في المركب الرياضي الكبير تفاجئنا في اول لقاء في بطوله احترافيه. هذه سنوات وحنا كنتكلموا على بطوله احترافيه على تنظيم يقد نديروا بين قوسين تنظيم كارثي في الدخول. اول شيء الجماهير اللي عندها التذاكر ديالها واللي يعني جايين مع العائلات نتاعهم اللي جايب الزوجه ديالو الاخوان نتاعو الاخوات عيب على انه يوصل حتى الباب وخاصه الباب الرئيسيه. انا اتحدث على الباب الرئيسيه لقينا فيها تنظيم كارثي تمنعوا الجماهير من انهم يدخلوا بالاضافه للزملاء الصحفيين اللي تمنعوا حتى هما انهم يدخلوا اولا السيارات ديالهم الخاصه اللي كيجيو باش يقوموا بالتغطيه ديال المغرب الفاسي. قيل على انه تعليمات عليا ما عرفناش هاد التعليمات العليا شكون اللي عطاها التعليمات. كنتكلموا مع المنظمين للاسف اللي دايرين ديباج مكتوب عليها الكوميتي كيتمصلوا من المسؤوليه وكيقول لك على ان الصحفيين خاصهم يجيو قبل من اللقاء. جينا بساعه ونص او ساعتين يمكن خاصنا نجيو مع 12 نهار فهي مباراه عاديه جدا اول مقابله ما هو نصف نهائي ما هو نهائي. يعني حضرنا مع المغرب الفاسي مجموعه ديال اللقاءات السوبر كوب الاتحاد الافريقي كنا مع المغرب الفاسي داخل وخارج ارض الوطن شفنا التنظيم كيفاش من اللي كانوا الناس كيعرفوا بالحقيقه التنظيم. اتفاجأ على ان اداره الماس استقطبت ناس من مدينه الدار البيضاء على انهم يجيوا ينظموا في مدينه فاس. مدينه فاس اللي معروف عليها التاويل السماق الترحاب هذه كلها امور ونقولها يعني ماشي هي انانيه ولكن التنظيم كان يؤخذ من مدينه فاس. المغرب الفاسي اسم عريق فريق ديال مدينه 12 القرن عيب وعار يكون فيها التنظيم. خاص اداره المغرب الفاسي على انها تعيد الخطه ديالها تعيد النظر في التنظيم وفي دخول المغرب الفاسي. الجماهير اللي ورائي عيب وعار على انها تكرفص بهذا المصطلح في الدخول ويقدموا هذا الاداء الجيد في انتظار على انها تكون نتيجه احسن تنسيهم مراره الدخول. بسم الله الرحمن الرحيم معكم مفيد من موقع الاسود الرياضي. في المقابله اللي جمعت فريق المغرب الرياضي الفاسي بنظيره المغرب التطواني تعرضوا الزملاء الصحفيين لمختلف انواع التعسفات بعد ما تعرضوا لسلوكات غير اخلاقيه من طرف اناس لا صله لهم لا بالتنظيم ولا بالجسم الاعلامي. ونحن كاعلاميين نشجب وندد بهذه التصرفات الاخلاقيه اللي صدرت من هاد الناس وكنتمناو ان اداره المغرب الفاسي تدخل في اقرب وقت لتصحيح هاد السلوكات الاخلاقيه اللي ما عهدناهاش في فريق المغرب الفاسي. الجمهور يعني كبر تبارك الله وصلي على النبي. التيفو راه واعي الجماهيريه اللي حاضره ما كاين حتى لعبه الملاعبيه ما تلعبوا ما كاين حتى حاجه الملاعبيه ما تلعبوا ما والو ما فرجوناش كاع. حنا تنجيو غير نحضروا مع الجماهير نتفرجوا مع خوتنا اللي مزهيننا وصافي. هاد الجماهير الغفيره اللي حضرت بقوه وكنشكر هاد الناس هادو ديال اللي حاضرين معنا هاد التيفار وعلى التيفو اللي طلعوا لنا اليوم على الصحراء المغربيه. وكنشكر الجماهير والفرقه ما كاينش شي فرقه خيتي ديال المغرب الفاسي كاين غير الجماهير. تحيه للجماهير المغرب الفاسيه وكنشكروا اللعابه واخا ما داروش شي محاولات ولكن ان شاء الله يكون الخير ان شاء الله. تيفو خيالي ما كاينش بحاله في المغرب وهاد الفرقه ماشي ديال المغرب ديال الخارج. شكرا. Thank you.
وما تنسوش ديروا ابوني لقناة فاس تي في ان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد.